في تاسكريشن احنا راح نتبع الرسم اللي هو عندنا اساسا البلاسنتا هنا، خلينا نستخدم اللون الازرق. البلاسنتا هنا الدم اللي جاي من خلال هذا الاحمر هو الدم اللي وصل من الام الى البيبي الى الانفانت، فهو from بلاسنتا. طبعا باعتباره قادم من الام فهو يسمى umbilical vein. شو بده يقول عن هذا الامبلايكال فين؟ يقول ان الدم بالامبلايكال فين has partial pressure of O2 تقريبا 30 مليمتر HG، لكن الساتوريشن مالته يعني تقريبا مساوي ل 80% ساتوريشن بواسطه الاوتو. طبعا هذا اقل من الطبيعي بالادلت بالانسان البالغ بعد الولاده طبعا، لكن كنيونيت فهذا يعتبر شيء جيد. البارشال بريشر مال الامبلايكال فين القادم من الام يساوي 30 مليمتر HG والساتوريشن بالاوتو هو 80%. فيقول ان الامبلايكال هذه النقطه انتهى الموضوع. النقطه الاخرى ان الامبلايكال ارتريز هاف لو اوتو ساتوريشن. الامبلايكال ارتريز هو المقصود بها هذا اللون البنفسجي الفاتح اللي هنا ذني الملتفات. ذني امبلايكال ارتريز قادمات من الطفل الى الام، ومن المنطقي انه يكون اكسجينهم قليل لانه معناها البيبي او الطفل استخدم كل الاكسجين او اغلب الاكسجين الموجود بيهم حتى يستفاد من عنده ويرجع يرجعنا الام عن طريق البلاسنتا، فمن المنطقي انه يكون اكسجينهم قليل. هذه النقطه الاولى يعني الجزئيه الاولى. فعندنا هنا راح تتكون اكو ثلاث شنتس المفروض انه تنغلق بالانسان بعد الولاده يعني، لكن تكون موجوده بالحياه الجنينيه اللي هي لها دور مؤثر بعمليه الفيتال سيركيليشن. فعندنا اول النقطه الاولى احنا راح نتبع الخطوط. فيقول البلود انترينج ذا فيتس ثرو ذا امبلايكال فين من خلال امبلايكال فين القادم من الام الى الطفل is conducted via the ductus venosus into the inferior vena cava bypassing hepatic circulation. يعني ما يدخل للهيباتيك سيركيليشن. فعندنا هسه هذه الام هنا جايه من البلاسنتا، هذا السهم الاحمر او اللي عندي لونه بالازرق، ده نتبع الدم المؤكسج اللي جاي من الام، ده نتبعه يصعد للاعلى اللي يوصل للهارت، راح يعبر من خلال هذا الفسل الصغير بالحجم ينتهي بشنت. هذه الشنت شنو هي؟ الدكتس فينوسس اللي نحكي عنها. الدكتس فينوسس هي راح تربط الامبلايكال فين القادم من الام بالفيريار فينا كافا، هذا انفيريار فينا كافا لونه بالاحمر، انفيريار فينا كافا اللي هو احد الميجر فينز مال البيبي اللي هو بينقل الدم من كل انحاء جسمه نحو القلب. سو يختلط الدم المؤكسج العالي الجاي من الام بالدم المؤكسج بكميه بسيطه او اكسجين قليل اللي هو من ضمن جسد البيبي نفسه، يعني جسد الطفل نفسه، ف راح يصعد التطور المكان الطبيعي مالته انه هو يحاول يدخل بالرايت اتريوم. احنا نعرف انه الرايت اتريوم يدخل بالانفيريور فينا كافا والسوبيريور فينا كافا، فلما راح يدخل بالرايت اتريوم مباشره راح يلقى امامه العمليه سهله العمليه، راح يلقى انه اكو نقطه وصل بين الرايت اتريوم اللي دخله وبين اللفت اتريوم، تمام؟ فراح يكمل مساره بشكل مستقيم شبه مستقيم يعني، ويعبر من خلال شنت اخرى هي اسمها فورامن اوفالي. هذه الشنت تربط الرايت اتريوم باللفت اتريوم اللي هي النقطه الثانيه. فيقول most of highly oxygenated blood الدم القادم من الام اللي عبر من خلال الدكتس فينوسس ووصل للهارت، فموست اوف ذا هايلي اوكسجينيتد بلاد ريتشينج ذا هارت فيا ذا انفيريور فينا كافا من خلال فينا كافا وصل للهارت از دايركتد ثرو ذا فورامن اوفالي. يعني اغلبه مو كله، اغلبه يعني الجزء المتبقي لا يروح للرايت فنتركل مباشره، رايت اتريوم ثم رايت فنتركل، لكن الجزء الاكبر من عنده مباشره من الرايت اتريوم نحو اللفت اتريوم ثرو من خلال شنو؟ من خلال الشنت المهمه اللي هي الفورامن اوفالي. ف وصلنا لهذا المكان، تمام؟ خلينا نمسح هذه الهوسه. فهسه وين قلنا دخل؟ دخل من الانفيريور فينا كافا، اجى دخل الرايت اتريوم، ومن الرايت اتريوم انتقل مباشره لللفت اتريوم. اللفت اتريوم بعد يبدا التسلسل طبيعي، هذا اللفت اتريوم دخل له،
راح يدخل منه نحو left ventricle. تمام؟ left atrium منطقيا تلقائيا راح يجي وراء left ventricle، راح يدخل بال left ventricle اللي هو البطين الأيسر. من left ventricle أيضا الطبيعي والمتوقع لأنه مفتوح بال left ventricle الأيورتا، قاعدة الأيورتا، فراح يدخل بقاعدة الأيورتا. زين، لما راح يدخل قاعدة الأيورتا المفروض بأنه يستمر ويوصل لكل الجسم، يعني يغذي جسم الطفل يعني سيستماتيكلي، وبالنهاية راح يتحول، يتكمل طريقة كله مستمر، هذا يتحول إلى umbilical arteries اللي يوصل يرجع عن الدم نحو الأم. تمام؟ باتجاه الأم. زين، أكو عندنا جزئية أخرى، شنت من نوع ثالث اللي هو هسه راح نحكي عنه. يقول إنه deoxygenated blood from superior vena cava. هسه إحنا حكينا على الدم القادم من وين؟ الدم القادم من inferior vena cava، هذا دم الأم منه، وهذا دم inferior vena cava اللي هو دم الطفل نفسه، ده يرجعون للهارت. تمام؟ وحكينا عنهم عن خلال inferior vena cava. هسه راح نحكي عن superior vena cava، الدم الغير المؤكسج اللي يحمل الـ superior vena cava، اللي هو أيضا جاي من جسد الطفل نفسه، يعني دا يلم الـ venous drainage من البراين، من يعني من رأس الطفل، فدا يوصل للهارت أيضا. دا يوصل عن خلال شنو؟ عن خلال فتحة طبيعية متوقعة بين الـ inferior vena cava يعني والرايت أتريوم، أكيد من الـ superior vena cava نحو الرايت أتريوم، ثم راح ينتقل نحو الرايت فنتركل. خلينا نكمل الكلام. يقول انه ينتقل الكلام من السوبريور فينا كافا الدم نحو الرايت اتريوم، ثم الرايت فنتركل، هذا الرايت اتريوم انتقل نحو الرايت فنتركل، ومن ثم المفروض انه يدخل بالمين بوليمينري ارتري، البوليمينري ارتري الرئيسي اللي هو هذا الجزء الكبير كله، هذا المين بوليمينري ارتري، فهو راح يدخل بالمين بوليمينري ارتري. المتوقع انه بحالة الانسان بعد الولادة المتكامل انه من المين بوليمينري ارتري يروح نحو اليمين ونحو اليسار المن الى الرئتين لللنجز، كل واحدة يعني ياخذ لللنجز. تمام؟ فهذه مثلا اللنج، وهاي اختها اللنج الثانية، هنا رسمها مو واضح، لكن المهم المفروض انه ياخذ لللنجز. لكن اللي يصير هنا شنو؟ انه هذا الطفل بعد غير مولود، فلما غير مولود يعني ماكو اكسجين، هو ما يقدر يستخدم رئاته ويتنفس، فهذه الرئات بدل ما هي مملوءه بالاكسجين هي مملوءه بفلويد. تمام؟ اللي اي مملوءه بفلويد، مجرد فلويد، مو اكسجين. فلما يكون مملوءه بفلويد شنو معناها؟ معناها ريزيستنس عاليه، معناها بها مقاومه عاليه، فمعناها من الصعب انه هذا الدم القادم من السوبيريور فينا كافا قلنا ودخل الرايت اتريوم وجا للرايت فنتريكل، ومن ثم دخل بالبوليمينري مين بوليمينري ارتري واستمر نحو اليمين ونحو اليسار، من الصعب عليه انه يدخل الرئه ذات المقاومه العاليه بسبب وجود الفلويد في داخلها، فراح يضطر انه يدخل بمسار اخر لا يحتوي مقاومه عاليه. هذا المسار الاخر هو الشنت الاخيره اللي دا نتكلم عنها، اللي هي داكتس ارتريوسس، اللي هي الفتحه بين البوليمينري المين بوليمينري ارتري وبين الايورتا، فهذه هي الداكتس ارتريوسس الفتحه الاخيره. هذا كله الداكتس ارتريوسس قلنا مما يؤدي الى ديسندينج ايورتا، بعد طبعا بعد الداكتس ارتريوسس دخل بالايورتا، فراح يستمر حال اي تسلسل طبيعي ينزل نحو الديسندينج ايورتا، يستمر هذا الايورتا النازلة. الشنت is due to high fetal pulmonary artery resistance. السبب هذه الشنت ليش راح، لماذا راح خلال هذه الشنت، هو انه لانه اكو ريزيستنس عاليه باللنجز. هذا كله قبل الولاده. تمام؟ عند الولاده بعد ما ينولد الطفل مباشره راح ياخذ اول نفس له، بمجرد ان ياخذ النفس الاول له هذا الاكسجين الفلويد اللي داخل اللنجز راح يتحول من فلويد الى اكسجين، لانه الطفل دا ياخذ نفس اول،
لما ياخذ الاكسجين معناها الريزيستنس اللي كانت عاليه بسبب الفلويد راح تصير قليله، راح تقل، مما يعني انه هذا الدم لا يواجه صعوبه في دخوله للرئتين على مود عمليه التبادل الغازي، فسهل عليه لانه قلت الريزيستنس بالبولمونري فاسيكليتشر، لانه تحول داخل اللنجز من فلويد الى اكسجين اللي يجمع الاكسجين. زين، بهالحاله راح يزداد ليفت اتريال بريشر في اس رايت اتريال بريشر، فبهالحاله راح يصير الضغط بالليفت اتريال بريشر، يعني هنا الضغط بالليفت اتريال راح يصعد يصير عالي اكثر ما هو بالرايت اتريوم. ليش معنى ليصير بالليفت اتريوم اكثر؟ لانه الليفت اتريوم اساسا احنا نذكر انه متصلات ب فيسلز. من وين قادمه؟ قادمه من اللنج، فاللنج قلت الريزيستنس مالها فراح يصعد بالضغط بالليفت اتريوم. فبما انه الضغط مال الليفت اتريوم صار اقوى من الضغط مال الرايت اتريوم، يعني الجهه اليسار ضغطها اعلى، يعني هذا الليفت اتريوم كله ضغطه اعلى من الرايت اتريوم اللي هو هنا، راح تضطر هذه الفرامن اوفالي انه تنغلق، يعني راح نتخيلها انه اذا تجي بهالاتجاه وتغلق هذه الفتحه بينهما، فلما تغلق هذه الفتحه بينهما راح تسمى فوسا اوفاليس اللي هي مجرد ديبريشن، هي مو فتحه فعليه وانما مجرد ضغطه بسيطه موجوده على الجدار الفاصل بين الاذينين. فزياده الاكسجين اللي هو من الريسبيريشن وكذلك القله بالبروستاجلاندينز عن اثر انفصال المشيم، انفصال البلاسنتا، بلاسنتا سيبريشن، راح يؤدي الى الغلق مال الدكتس ارتريوسس. فبالواقع اللي يغلق الفرامن اوفالي اكثر من فرق الضغط بين الرايت اتريوم والليفت اتريوم، اللي يغلق الفرامن اوفالي فعليا هو زياده الاكسجين بسبب تنفس الطفل وقله البروستاجلاندينز اللي كان مصدرها بلاسنتا، فلما انفصلت البلاسنتا قلت البروستاجلاندينز، فهذول العاملين زيادة الأكسجين وقلة البروستاجلاندين راح يؤدون إلى closure of ductus arteriosus وتنغلق. فمعلومة هنا إضافية إنه يقول عندنا أدوية مثل النسايدز من أمثلتها إندوميثاسين وإيبوبروفين أو مثلاً أسيتامينوفين، هذه تساعد في غلق البيتنت ductus arteriosus في حال عندنا طفل لا تزال عند الدكتس ارتريوسس مفتوحة ما انغلقت عن أثر الولادة، فهذه العلاجات راح تساعد بغلقها. طيب لما تنغلق الدكتس ارتريوسس، دكتس ارتريوسس طبعا نتذكرها هي هذه الدكتس ارتريوسس، ففي حال كانت مفتوحة أكو بعض العلاجات مثل النسايدز أو مثل الأستامينوفين، النسايدز من أمثلتها إندوميثاسين وإيبوبروفين، هذه راح تغلقها تمام وتخلي تفصل الأيورتا عن البوليميري آتري. لكن لو انغلقت شو راح تسمى؟ راح تسمى بالليجامنتم أرتريوزم، فهي عبارة عن remnant of ductus arteriosus، يعني المتبقي من الدكتس أرتريوسس، راح تتحول إلى ليجامنت، بدل ما كانت قناة راح تتحول هسه إلى مجرد ليجامنت. فللحفظ والسهولة أنه الإندوميثاسين أول ثلاث أحرف end فهو ينهي end the PDA. لكن معلومة أخرى أنه في حال أردنا نحافظ على هذه الفتحة لأي سبب من الأسباب، هسه راح يجينا أمراض يعني مثل transpositioning of great arteries، إحنا نحتاج أنه أكو فتحة توصل الدم من الأيورتا للبوليمينري أو من البوليمينري أيورتا، فراح نحتاج prostaglandins مثلا E1 و E2 كلاهما will keep، يعني راح يحافظون على PDA open، وهذه حالة إحنا نحتاج أن نحافظ عليها open في أوقات معينة. الصورة هنا طبعا البلاسنتا هذه مصغرة رسميها، ductus venosus هذا أول شنت راح يدخل، قلنا الميجوريتي مال هذا البلد الجاي عن طريق الانفيريور فينا كافا اللي هو جاي بالأساس من الأم، اختلط بدم الانفيريور فينا كافا، هذا من الأم جاي عن طريق الامبليكال فين، ثم اختلط بالانفيريور فينا كافا،
ثم صعد للرايت أتريوم. الميجوريتي راح يعبر من خلال الفرام الأوفالي، وكمية قليلة من عنده فقط راح تصعد خلال البولميري ترانك. قلنا أن البولميري ترانك يحتوي على دكتس أرتريوسس تربطه بالأيورتا، وجيد هذا كله قبل الولادة. أما بعد الولادة نلاحظ أنه تتغير الوضعية وتختلف الضغوط، فبالنتيجة اتجاه الدم راح يكون من اليسار نحو اليمين، لأنه زيادة راح يصير بالضغط مال اللفت أتريوم وهالأمور. هذا بعد الولادة after birth، لأنه راح يتغير اللنجز، تتغير المادة الموجودة بها، راح تتحول من فلويد إلى أكسجين، وراح تقل البرفرال فاسكولار ريزيستنس. راح نجعل هذه الصورة جزئيا أوضح. عندنا الفرامن الأوفالي والدكتس أرتريوسس كلاهما راح يغلقان. الفرامن الأوفالي closes leaving a small depression closed the fossa ovalis. This isolates طبعا بغلق هذه الفتحة اللي الفرامن الأوفالي راح نعزل الديوكسيجينيتد والأكسيجينيتد بلاد خلال الهارت، لأنه راح نسوي فصل بين اللفت أتريوم والرايت أتريوم. أما الدكتس أرتريوسس فراح يصير بيه constriction تضيق، فتسمح بخروج كل الدم اللي هو طالع من اللفت فنتركل انه يعبر خلال اللنجز عن طريق البريمري ارتريز، يعني ماكو بعد نقطة وصل بين الايورتا وبين البريمري ترانك. فهذا فيما يخص الفيتال سيركيليشن. اما فيما يخص الفيتال بوست نيتال ديريفاتيفز، الاجزاء اللي هي بوست نيتال، هذه البوست نيتال ديريفاتيفز راح نلقاها بعد الولادة، تكون موجودة بالبيبي يحتاج لعلاجها بعد الولادة. أما الفيتال ستراكتشر مثلا دكتس أرتريوسس اللي شن نحكي عنها راح تنتهي بليجامنتم أرتريوسس، هذا دكتس أرتريوسس راح تنتهي بليجامنتم أرتريوزم. أما الدكتس فينوزم راح تلتهي بليجامنتم فينوزم، هذه دكتس فينوزم، هذا الدكت راح ينتهي بليجامنتم فينوزم. طبعا الدكتس أرتريوسس قلنا راح يتحول الى ليجامنتم أرتريوزم near the left recurrent laryngeal nerve للعلم والاطلاع يعني. زين عندنا الفرامن اوفالي قلنا راح تنغلق وتصير فرامن فوسا اوفاليس. عندنا الالنتويس واليوراكس، الالنتويس يؤدي بحد ذاته الى اليوراكس، والبوست نيتال ديريفاتيف يعني راح يتحول الى ميديان امبلايكال ليجامنت. فالمعلومه انه الالنتويس واليوراكس يقول ان اليوراكس هو fibrous remnant of the allantois، يعني اليوراكس هو المتبقي على شكل fibrous، يعني شكله fibrous من الالنتويس، المتبقي من الالنتويس. هو عبارة عن قناة تنقل اليورينري بلادر، يعني تفرغ اليورينري بلادر مال الفيتس مال البيبي، وترتبط وتستمر خلال الامبلايكال كورد. فاحنا احيانا نشوفها حتى خلال الكروس سكشن مال umbilical cord، يعني نشوف انه اكو فتحه مال اليوراكس، وعندنا صوره لها. طبعا خلينا نقرا الملاحظه اول. يقول ان اليوراكس is a part of allantois، مثل ما قلنا اليوراكس هو جزء من الالنتويس. وين موجود؟ موجود بين البلادر والامبلايكس، ويربطهم يعني ممكن انه يستمر خلال الامبلايكال كورد. نشوف اذا كنا صوره كان الامبلايكال ارتريز. الامبلايكال ارتريز قلنا انه هي اللي تنتقل من الطفل نحو الام، فراح تنتهي بعد الولاده بميديال امبلايكال ليجمنتس. هذه الامبلايكال ارتريز ذولا راح ينتهون مستقبلا بالميديال امبلايكال ليجمنتس. اما الامبلايكال فين اللي هو الجاي من الام نحو الطفل، فراح ينتهي بليجامنتم تيريس هيباتس اللي راح يكون مشمول ضمن الراوند ليجامنت، مكانه ضمن الراوند ليجامنت. الامبلايكال فين ينتهي بليجامنتم تيريس هيباتس، فاللي هو اسمه راوند ليجامنت حقيقة، ويشمل ضمن الفالسيفورم ليجامنت، فهو راح يكون ضمن الفالسيفورم ليجامنت لكن اسمه الآخر.